اليوم سوى غدا سوى اليوم سوى غدا سوى اليوم سوى غدا سوى اليوم سوى غدا في الحضاره نيتو حنا مهمشين، حنا والاطفال ديالنا وعينا بالمحاولات ما خلينا اي باب طرقناه، والو الوضعيه اللي عايشين فيها باقيين عايشين فيها، الازبال، الاتربه، الحيوانات بحال عايشين في القرى، هادشي عينا منه، ما خلينا اي باب طرقناه، وحاليا دروكا كنعيشوا واحد المعاناه على حساب الوثائق الاداريه، ولينا كنمشيو وما باقاش بيعطونا الوثائق الاداريه على حساب ان الضوء والماء ما عندناش، خصنا تكون عندنا الكونتور تاع الضوء والكونتور تاع الماء. حنا ما عرفناش ما الوضعيه باقي ما تسواتش وما عرفنا اشنو الحل ديالنا حنا ومصيرنا ومصير الاطفال ديالنا. حنا عينا حنا دزنا ولقينا ريوسنا هنا وباقي عايشين ولادنا هما كبروا وهما نفس المعاناه اللي عايشين حنا عايشينها حتى هما. ولينا مأزمين ما فهمناش من تنمشيو نطلبوا شي وثيقه ولا شي حاجه ما خصنا الماء والضو حنا ما عندناش. بينا حتى حنا حل بينا نعيشوا بحال الناس بينا عيشه كريمه بينا تحسن الوضع بغينا بزاف الامور. وتنطلبوا من المسؤولين وعين شي حد يشوف فينا بعين الرحمه ويشوفوا هذه الوضعيه والمعاناه اللي كيعيشوا هذه الساكنه هذه وحنا من ضمنهم والاطفال ديالنا. ولادنا تعقدوا لينا ولا وصلوا للباك ولدي نيت انايا جرينا على لاكارت واحد السيده هكاك احنا باقي دروكا تنعاني في هذه المشكله هذا باش يطلعوا وليداتنا لاكارت. الناس كنمشيو لعندهم كنطالبوا منهم يصاوبوا لنا غير الوثائق ديالنا شهاده السكنه تيقول لكم لا انتوما عندكم البرارك ما عندكمش الديور ومن حقي نشد لاكارت ولا لا. انا بغيت نعرف راسنا واش حنا مغاربه ولا لا. انا ما عنديش لاكارت، حاجه وحده كنطالب منهم يعطوني غير شهاده السكنه باش نصاوب لاكارت ديالي. بالله تنتعرض لشحال من حاجه، البارح اضطرت من اتجاه الدرك الملكي تيقول لي لاكارت، تنقول لي ما عنديش، تيقول لي علاش اللي ما عندكش، تنقول لي شهاده السكنه ما باش يعطوها لينا هذوك الناس. حنا في وسط المدينه واني حنايا فين عايشين عايشين في واحد العيشه لا يرتولى ليها، تنطلبوا من الله والمسؤولين ومن جلاله الملك يديروا لنا شي حل باش ما بينا شي لاكارت بينا شي وثيقه بينا شهاده السكنه بينا كونترازا بينا شي حاجه. تنمشيو للمقاطعه تيقولوا لك انتم عندكم بني عشوائي ما غاديش نعطيوكم هاد الوثيقه. عايشين وسط الحيوان عايشين وسط البهايم مكرفسين، جات الشتا واحد نحلو في الغيس، جات الشتا نغرقوا في وسط الماء، تجينا القطره مسقفينها بالزنق مكرفسين. تنطلبوا من الله وجلاله الملك ومن المواطنين والمسؤولين يديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير، حنا مكرفسين بزاف. حنا بغينا تحت الوضع اما اعاده الهيكله ولا تحت اي وضعيات اللي تناسبنا يديروا معنا الحل كما يكون اي وضعيه. المهم حنايا مستعدين لاي حاجه، حنا ضعفاء الناس مساكين اميين ما عارفينش بزاف الامور، ما باقيش عرفنا اش من باب نلتجئوا ليه. مشينا عند القياد مشينا تجي قياده كتبدل عاود يجي سلطه اخرين يتبدلوا، كل مره كنمشيو عند وحدين وشي حل ما كاينش، شي حل ما كاينش. هادشي اللي بغينا نعرفوا واش حنا مواطنين مغربيين، واش حنا كنتميو لهاد البلد ولا لا، ولا حنا وليداتنا اجيال اخرى طالعه، طلعنا حنا مشينا واجيال اخرى ثاني طالعه واجيال اخرى ثاني طالعه.